السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم بسطيله موتي موتي او بسطيله نص نص، يعني نص ديال الحوت ونص ديال نص ديال الدجاج. غادي نبداو اول حاجه بالسخره ومن بعد غادي ندوزو للدار باش نخدمو. اول حاجه كنبدا بها هي كنرقد الدجاج. انا هنايا تعمدت انني نعمل عليه في خيطات، وهنايا كنوجد ميزون بلاص ديال كلشي باش كنبقى ماشا شويه بشويه. كنصبق ديال الدجاج هي الاولانيه حيت كتاخذ الوقت. من بعد ما زودت لهم جلدان ديك في خيطات ورقدتهم مزيان، يعني غسلتهم مزيان ما بقاتش فيهم ديك الزفره، وعملت لهم العطريه. كنعمل الملاح، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، السمن، والعطريه ديال البسطيله راه كتبع واجده عند شنو سميتو، عند العشب. وبطبيعه الحال تقدروا انكم تستغناو عليها. من بعد غادي نزيد واحد الدويمه ديال الزعفران، صراحه كتخلي المذاق مزيون واخا انكم تعملوا زعفران شعره دبصه حقيقي، ولكن هذه كتعطي واحد البنه بوحديتها. صافي غادي نزيد لها واحد مقدار ديال الكاس ديال الماء. انا الماكينه تخسرت لي ديال باش نطحن فيها الربع، خليته غير هيدا، عملت واحد الكميه اللي هي صغيره وصافي. حطيته فوق الطنجره على نار اللي هي مهيله. هنايا عندي بصله ديال الدجاج وعندي حتى بوارو ديال البسطيله. صافي ديك البصله شلطتها. انا كنت عمد انني ما نقطعش طريفات صغارين حيت كتعذب وما كت ما كت ماشي دغيا كتجمع ديك الماء ديالها، يعني كتميه ملي كتقطقوها بصله بصله كتقطقوها بزاف راه كتميه، كتجيكم صعيبه باش زعما تطلق الزيت ديالها. صافي غادي نحيد ديك الدجاج. المهم عملت له نص طايبه. وبالنسبه للبصله كما شفتوا راه الفيديو كيوضح كلشي، حتى هي كنعملها الاقامه ديالها. غادي نسيب العويده ديال القرفه، ومن بعد غادي نحط ديك البصله كامله اللي عندي وغادي نحركها مزيان مع ديك لاصوص اللي تما، ونزيد لها واحد الدويمه، ومن بعد عاد نحط ديك الدجاج من فوق منه غير باش يزيدوا شويه شي يتفتاو، حيت لقيتهم شويه باقي ناقصين الطياب. عملت واحد الربيطه ديال قزبر ومعدنوس مخلطه، وصافي غادي نزول الدجاج ديالي نخليهم يستقطروا مزيان، وندوز ندوز البصيلات. بالنسبه للبصل كنخليهم حتى كيتحروا مزيان. غادي ندوز باش نسلق اللوز. بالنسبه لللوز كنخليه 5 دقائق وكنزول. هنايا لاصوص كنبقى كنحرك فيها حيت كنزيد لها الجهد بزاف. قلت لكم قبيله التحر مهم حتى تطلق الزيت ديالها. كنسخن الزبده حيت غادي نحتاجها في الخلطه ديال اللوز، وهاد الطريقه كنعتمدها دائما في التقشار ديال اللوز، سهله وعمليه. صافي غادي ندوز دابا باش نزيد السكر. زيد السكر، زيد الزبده، وانا بسطيله ديال جداد الا ما عملتي هاد الخطوه طلاق لي الزيت راه ما كنطلقش منه. عاد باش كنزيد البيض. هنا كتعرفوا البسطيله ديالكم غتطلع واعره. عملت 8 ديال البيضات. صافي بالنسبه للبيضات كنضيفو على دفوعات حتى كيطلق الزيت عاد كنطلق منه. المهم بالنسبه للزيت كنقليه في الزيت اللي هي بارده، وملي كنطحنو كنطحنو مع شويه ديال الزيت وشويه ديال السكر. هنايا غنزيد له حتى يعني حتى كيولي سائل. كنزيد له هنايا شويه ديال المشمش مسلوق ومطحون، براليني، شويه ديال السكر كلاصي، شويه ديال القرفه. هنايا لافاخس اللي كانت عندي فيها البيضات، هنايا ديك الزيت اللي استقطرت، الدجاج مقطع. غادي ندوزو ديال الحوت، نخليو اخر على جانب تبرد وندوزو للحوت. الحوت انا عندي كنعمل فيها كيلو ديال البوارو، فيها 4 كيلو ديال الشومبينيون. هنايا كنت حاطه سخره كامله وكيلو كيلو من كل حوت. الحوت كنستعمل مراخو، كنستعمل الكامبا، وكنستعمل الكالامر. بالنسبه لاصوص اللي كنشحر بها كلشي، كنعمل فيها الزبده، وكنعمل فيها الزيت، كنعمل فيها التومه والربيع وفلفل وفلفل احمر وعصره ديال الليمون وكورنيشون، هي اللي كنطحنها مزيان. من بعد كنبقى نشحر بها مع الزيت والزبده، كنزيد الزيت والزبده. انا دائما يعني كنشويش كنعملها مزيته شويش في التشحيره ديالها باش ما كتجيش البسطيله ميه. غامبا كنعملها هي الاولانيه باش كتطلق لي ديك المذاق ديالها، باش كنبقى نعاود ديك المرقه نشحر شويه ديك الكيمون عي قريصه باش ما تحررش البسطيله، شويه ديال الابزار، قبيصه ديال الملح ديال الخرقوم، والعطريه ديال غامبا. ضروري العطريه ديال غامبا اللي كتلذ لكم البسطيله كامله، الوراق ديال الراند، الملح والربع، والثومه بطبيعه الحال ديجا هدكناها. هاد لاصوص هادي اللي كتشيط لي غادي نزيد على شومبينيون نوار وبلون، وغادي نزيد كما كتشوفوا نفس الطريقه كنعملها كلشي، يعني كل حوت كنشحرو بوحديتو. انا ما كنعملش في الفران حيت كنعمل مراخو، ما كنعملش حوت اخر ابيض ميرلا ولا هذا، كنعمل مراخو. صافي كنشحر بوارو. البسطيله السر ديالها باش طلع لكم معلكه واعره هي هاد بورو، يعني عملوا كيلو د بورو ما كانش، عملوا كيلو د بصله بيضه. انا هنايا كنت عندي شويه مخلطه حيت كنت قطعت وحطيت كلشي مع بعضياته، لا الحوت ولا الدجاج. صافي كنزيد ديك التخليطه على بعضياتها، والراند اي تشحيره كنشحر فيها الراند ضروري.
صافي هنايا عملت شومبينيون نواغ وشومبينيون اخر كما كتشوفوا، غنزيد لو ليفرميسل ونخليهم، ونفس هذيك العطريه كامله غادي نعاودها الكالامر وغادي نعاودها المراخو. كنخلي هنايا الشعريه ديالي على جنب، كنزيد لا اويستر صوص، هاد لا صوص ديال المحار، شويه ديال الجبنبوله كنعدلوه غير في الشتوى في الحراره، في الصيف ما كنعدلوش حيت كيحمض. وبالنسبه لا صوص كنعمل صوص سوجا اكسترا سوجا ديال دراغون، ماشي هاد الماركه هادي حيت ما كنتش لقيتها. بالنسبه للحوت كندي النص كنخلطو مع الشعريه، والنص اخر كنهز عليه واحد الجغيمه ديال الشعريه وكنعملو من معاه، فهمتيني؟ يعني الجهه الفوقانيه كتجي عامره بالحوت حتى لتحت. بالنسبه للطريقه ديال الطويان ديال الباستيلا نص نص، كما كتشوفوا كنفرش اربعه ديال الورقات، هادو الورقه ديال البخار، يعني ديك الورقه الكبيره كنفرش أربعة، وكنشبر الصينيه تكون كبيره حيتاش هذه ديال 12 الناس. كنعمل نص ديال لافاكس، هذه راه ماشي لافاكس كامله باش تكونوا عارفينها، يعني هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا لكم جوج بسطيلات ديال نص نص. كما كتشوفوا كنفرش على نصف دائره، يعني كنعمل نصف دائره في ديك الصينيه، ومن الجهه اخرى المعاكسه كنعمل فيها ديال الدجاج. كما كتشوفوا يعني ديك الحاشيات اللي بقاو، راه الفيديو كيوضح كل شيء. الحواشي كنبقى نجمعو من الوسط، وعملت شويه ديال الجبن. انا كنقول لكم الجبن عدلوه غير في الشتوى في الصيفيه، ما تعدلوش حيت كيحمض، وما تعدلوش الا كنتو عدخلوه كونجيلاتور، غير سمحوا لي حيت الفيديو مسرع على داكشي، انا براسي كنهضر بالزربه ما كنرتاحش. كيما تبعوا غير الفيديو غادي تعرفوا انكم تلويها راسكم، وراه ديجا هاد الفيديو هذا عندي منقص السرعه وحطاه في انستغرام. بالنسبه للانستغرام عامله شيف فاتي بوزغمط، غادي تلقاوني تما اجور كل نهار كنحط. وبالنسبه للفوقي كنعمل خمسه ديال الورقات كما كتشوفوا، وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده، ومن بعد كنبقى نلمط من تحت فحال البسطيله اخرى العاديه. ركزوا لي غير على الحواشي. بالنسبه للبسطيله ديال الجداد، انا كنعمل نورمالمون الاغلبيه كنخلط الدجاج مع البصله. دابا عملت النص ديال البصله عملته مع الدجاج، والنص اخر اللي فيه بيضات حيتاش مولاتها كانت بغاتها هايده. اما انا كنخلط البصله وبصله هذيك، يعني ديك الدغميره ديال البصله كنخلطها مع الدجاج. هنايا عملت اللوز وصافي، غادي ندوز باش نلوي نفس الشيء ديال البسطيله ديال الحوت، هي نفسها ديال البسطيله ديال الجداد. عيد البسطيله ديال الجداد الا شفتوا مثلا الورقه بزايد تقدروا انكم تنقصوا، ماشي فحال الحوت. الحوت شويه بعد مرات تشك فيها انها تبقى لك شويه شميها ولا ليفيرميسيل كيتقبوا الورقه. صافي غادي نعدل الورقه هيدا. هاد الورقه هاد النهار كانت حالته صراحه الله، السيد اللي كنتعامل معاه دائما ما كانش، واضطريت انني نجيبها من عند واحد اخر. ثم كتشوفوا كيفاش عاملها بحال كرتون، بحق الحمد لله يعني زيدتها مزيان، نقدت الموقف. صافي كما قلت لكم في بسطيله اخرى، يعني كنعمل ديك الحاشيه اللي زايده واحد شويه هي اللي انتحت، كنفرش الورقه هيدا في نص دائره اخر، كنعمل ديك الحواشي كنردهم هما اللوالا، وكنبقى نجمع الجوانب كاملين كنجمعو مع بعضياتهم، وعاد كندوز نلمط انا من الفوقي. راه الفيديو كيوضح لكم كلشي. بالنسبه للورقه كما قلت لكم كتعملوا اربعه، والحق الورقه ديال البخار كتكون كبيره ماشي الورقه العاديه، يعني الا ديتوا الورقه الزيت العاديه راه غتعملوا كميه الورقه كثر من هذه. هذه الورقه الدياميتر ديالها كبير على اخر. صافي غادي كما كتشوفوا كندوز ديك الحواشي كاملين، وغادي نبدا نلمط. وبطبيعه الحال نصف دائره، وحاولوا انكم تعدلوا بحال نصف دائره اللي فات بحال هذا، باش ملي تجيو تحطوها يكون عندكم العبار بالصينيه، ملي تجيو تحطوها في الطبس اللي غادي تبريزونطيو فيه تكونوا زعما شايفين العبار، ما تجيش شي وحده كبيره وواحده صغيره. وحاولوا انكم ما تجيبوهاش مقنفه، يعني تجيبوها عبار، يعني تشبر هيدا العبار بعينك، نص دائره لا ديال الحوت ولا ديال الدجاج. حاولت الماكسيموم بوسيبل باش انا هنا ديال الدجاج نشرح لكم اكثر من اخرى ديال الحوت. ها هي كما كتشوفوا كتلمطوها مزيان. وبالنسبه لاخرى ديال اي حاجه مثلا بقات لكم هيدا هاد الشناتف، عملوا لهم باليوس اولا عملوا لهم طحين وشويش ديال الماء باش يتشدوا، فهمتوني؟ كل واحد واش كيشد هادشي هذا ديالو. بالنسبه للطياب كنصحكم انكم من الاحسن انكم طيبوها في الدار، الا كانت عندكم كميات اللي هي كبيره طيبوهم في الزنقه. بالنسبه للدار راه غادي طيبوا في الصينيه، الا كان عندكم فران عادي، الا كان عندكم فران ديال الغاز بالعكس راه مزيانه، الا كان عندكم فران ديال الضوء راه ما غاديش يطيب لكم ديال 10 الناس، طيب لكم حتى 8 ديال الناس. هذه الديكوراسيون اللي كنت عملت لها،
كما كتشوفوا هنايا كتبقى لا ديكوراسيون راه حريه شخصيه. انا كنت مثل اموند ايفيلي مع شويش ديال النيش مع الوريدات، عملت فيها اللوز، وبالنسبه للحوت عملت فيها سيغالا، عملت فيها لانغوستينوس، عملت فيها جامبا عاديه وطريفات ديال الليمون. ها هو الفيديو كيوضح كل شيء، وكنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وخليوا لي جيم.